أعلنت دولة الإمارات استئناف ضرباتها الجوية ضد أهداف تابعة لتنظيم داعش بعد أن كانت قد علقت الغارات نهاية العام الماضي. وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية فإن مقاتلات إماراتية من طراز F-16 المتمركزة في إحدى القواعد الجوية في الأردن نفذت ضربات جوية استهدفت مواقع تابعة لتنظيم داعش محققة أهدافها وعادت سالمة إلى قواعدها. معنا في الاستوديو مراسلنا في الإمارات العربية المتحدة عبد الله المطوع. أهلا وسهلا فيك عبد الله. يعني سأبدأ من هذا الخبر، لأن تعلن الإمارات استئناف ضرباتها الجوية وكانت قد علقتها نهاية العام الماضي، هل من ضمانات حصلت عليها؟ خالد، يعني بداية يعني خلني أتحدث أن لا يوجد كان بيان رسمي من قبل الحكومة الإماراتية عن تعليقها للمشاركة في الضربات الجوية مع التحالف، لكن المشاركة اليوم بهذا الإعلان الذي بدأ تقريبا من يومين بأنها أرسلت طائرات إلى المملكة الأردنية الهاشمية والمشاركة مع المملكة الأردنية الهاشمية في ضربات داعش أو تنظيم الإرهابي داعش، هناك رسالتين ربما للحكومة الإماراتية تريد أن ترسلها للدول المنطقة وللعالم. الرسالة الأولى هي تأكيد على متانة العلاقات الإماراتية الأردنية منذ سنوات عدة، إن كانت على الصعيد السياسي أو الصعيد العسكري أو إلى حتى الصعيد الاقتصادي. الرسالة الثانية هي تأكيد على نهجية واستمرارية حكومة دولة الإمارات في محاربتها والقضاء على التطرف والإرهاب. واليوم مشاركة دولة الإمارات والإعلان المستمر عن مشاركاتها في هجوم على تنظيم داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية يؤكد استمرارية منهجية حكومة دولة الإمارات في محاربتها للفكر المتطرف والإرهابي. ربما اليوم هي كانت أولى الضربات. أيضا خلينا نشير إلى أن الإمارات تتمتع بثاني أكبر سلاح جو في المنطقة ربما بعد المملكة العربية السعودية. هناك عدد هائل من الكوادر العسكرية في الجناح الجو العسكري الإماراتي. عدد الطائرات التي تشارك الآن في الأردن هي مرحلة حسب ما أفاد لنا مصدر مرحلة أولى، لكن هناك في مراحل متقدمة أيضا للقوات المسلحة الجوية الإماراتية حسب ما أكد لنا مصدر أن هناك مشاركات عدة، ربما المشاركة الأولى 8 إلى 10 طائرات الآن التي تشارك من طراز F-16. ننتظر ما سيأتي من لنا من معلومات أو بيانات قادمة خلال المرحلة القادمة، لكن أعيد وأكرر أن الرسالتين المهمتين في هذا الموضوع تأكيد على متانة العلاقات وجدية واستمرارية وأيضا استمرارية محاربة دولة الإمارات لأي سياسة متطرفة أو جماعات إرهابية أخرى. أنا أشكرك شكر جزيلا. شكرا لك. مراسلنا في دولة الإمارات، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا.